او 18 دقيقة على راديو ميد. هذه ساعتنا الثالثة اللي نبداوها بالكاش كما عادة. واليوم الكاش فيه 800 دينار كاش دونك. وسعيد الحظ من كيختاج يا ابا قلب من الو ميمة الف. مرحبا عسلامة. عسلامة مروة شنو خير؟ الحمد لله لاباس. دونك شكون معنا؟ معكم سيف من كارتاج بيرسا بالضبط. اي تحية مسامعينا في كارتاج بيرسا. بركم شهيدكم ومولدكم مبروك. سنين دايما سنين دايما سيف كرامت حي بخير. المستمعين الكل يعيشك. دونك سيف شنو تعمل في الدنيا؟ ستاندرديست في بلدية كارتاج. داكور محرق حد. محرق حد في البلدية اللي عندكم سيف؟ والله سمعتكم بيك تحكيوا على المستشار اللي حرق ورا ما حدش محضرش روحه. راه صار تيراج وصور في البلدية غادي باش هو خرج راه. هذه المعلومة اللي عندي دايوغ مؤكدة دايوغ. أي ما تصار تيراج وصور باش يمشي في مهمة. صار تيراج وصور باش يمشي في مهمة مش باش يحرق. أي في مهمة متصو. في مهمة. فوالا. أنا سمعتك بليك أبار ما قلت محضر روحه. احنا مو هكيكا نقعدوا نبرو برشا سيدي. ما هو كيربح في تيراج وصور حضر روحه. هما طلبوا هما الجمعية ذي في ألمانيا طلبت الناس المستشارين اللي أقل من 35 سنة. داكوغ. هما من 30 عضو. منتاش انه واحد اقل من 35 بالتيراج الصور خرج هو يا اخي حرق رمارك خاطر مستمع بلاش كوفير ولا شكرا على التصحيح سيف. ديما نحب نعطي المعلومه الصحيحه. شكرا على التصحيح ومرحبا بيك. دونك سيف تعرف لعبتنا اكيد ومستمع وفي وكل شيء. الوقت لا لا الوقت فيه اللعبه نتاعكم ترسون نبدا نروح من الخدمه اليوم ما عادش وفي وقتها. لا لا بالحق بالحق خاطر الترونسبور ماك تعرف في تونس تخرج 5:30 الدار 8 غرباع 8 ماك تعرف ترونسبور. وي مالا نذكرك باللعبه سيف. دونك 800 دينار اليوم كاش في الكنيوت نجم تربحهم في دقيقه كهو. كيفاش كان كي نختار قبل اللعبه سامحني برك قبل اللعبه بالله تحيه الراديو ميد بالخصوص على دون الراديو الاخرين. نقول لكم علاش الإذاعة الوحيدة اللي تخلي المكفوفين زملائي واللي كيفي أنا يشاركوا من غير لا اس ام اس لا فيسبوك لا حتى شيء. نحن ما نجموش حاجة هذيك. بالحق تحية إعجاب وتحية تقدير لكم. مرحبا بكم. مرحبا وعندكم بلاصتكم راه الناس الكل بلاصتكم مضمونة. هذايا باش نشاركوا ونحبوا هكا ونحب بالحق نجوا في وقت إذا كان ربحتم. بالحق إن شاء الله نربح. شنو باش تعمل بهم سيف؟ بالحق باش نحكي باش نعمل بهم باش خلص بهم الكريدي نتاع عطار برشا 800 دينار وصلت كريدي عطار هذوما هم 4 شهور ولا غال ولا صبر عليه يعطيك الصحة. تحية لي بالمناسبة بربي تحية للعطار اللي صبر على سيف 4 شهور ان شاء الله تربح. اه يا مي به سيف المسؤولية حطني معها راك باش تخلص كريدي العطار يا امين. والله بالحق مصدقك والله مصدقك يا سيدي. احنا المشكله مصدقينك هذا صحيح لي سايب بالحق. اما اللعبه هذيا المشكله ما فيهاش نعاونك ولا ما نعاونكش. هي صعيبه اللعبه طلع وقتاش تسهل كي يسهل الحرف. اما الحرف والله تنسهل نعملوا حرف اللي خلينا نفسروا انا اللعبه باهي. شوف سايب باش نختاروا حرف دقيقه كامله ما لازمكش تنطقوا. يحكي معك امين الله العسلامه سايب باش نحوي لك لاباس وانت تجاوبوا ما غير ما تنطق الحرف هذاك بالكل. باه هبش نعاونك شويه. انا عرقت من لا 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 سهله سهله ولا سهله ركز شويه برك سورتو با يشدك تخاك ولا تستريسي سايف خاطر بستريس وبتخاك امبوسيبل تربح. هبش نعاونك ركز بوزنينا لا اكثر باش ركز معك بوزنيك من سنس ركز في المشي في الشارع. جوستمون باه سايف شوف حاجه اخرى بربي نوصيك عليها مش نوصيك نعاونك بها. نجم تجاوب بالغلط اما في السياق مثلا يقول لك شنو اسمك تقول له محمد مش سيف مثلا. ما يقلقش انت مين تكلم فينا باش تختاروه ما ننطقوش فوالا منين تكلم فينا من جيبس مش لازم تقول انت منين فهمت. المهم جاوب في السياق يا سيف وما فوالا حاجه اخرى واسكتي خسرك ما تسكتش سيف راه لازمك تجاوب في ساعه خاطر زوج سكوندات تسكتهم مرتين ورا بعضهم تخسر 3 سكوندات مره كهو تخسر. حاول ديما تكلم وجاوب في ساعه. حق سيف تقولك اللعبه والله العظيم يا سيف والله استرسينا معك صدقني معناه والله سامحوني بالحق هذا تكون واقعة. لا 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 مرحبا بيك سيف تنجم تربح مرحبا وتنجم تربح جوست نحي ستريس خذ نفس سهله اللعبه وان شاء الله تربح معنا. وحتى كان ما ربحتش معنا تنجم تكلمنا مرات اخرين والكنيوت تمشي تكبر ببيعاتها ان شاء الله تربح مبلغ اكبر من هذا. اوكي هاي كوراج باش تربح هاي. هذا يا ربي ان شاء الله شوفوا حرف مثلا في العربيه لا سهل راس خويا سهل ان شاء الله مربوحه يا سيف ان شاء الله يا ربي تربح. عايش يا مروه عايشك يا اخو خالتك عايش دونك يلا دونك حرف اللام حرف اللي كلمه لام اجيب بلي اوكي سيف اللي حاول ما تنطقوش بالكل
برشا ليه الحمد لله لاباس كل في ولي. يلا سيف نحي ستريس هاي خذهم فاس خذهم فاس باش نبدا بدا من تو باش نعملوا عمليه بالحق ما غير ستريس سيف راس خاص لا لاباس لاباس ما تخافش خافتك ما تخافش لاباس والله الدكتور اللي عندنا ماهوش خايف به. يلا سيف حاضر ان شاء الله يا ربي ان شاء الله. يلا دونك نبداو تو سويت في زرقاء فرقة. الزرقاء فرقة 100% كاش. سيفون مرحبا. مرحبا لاباس عليك. مرحبا بيك خويا. لاباس عليك انت ولا؟ مرحبا بيك اخويا. هاي اش تعمل في الدنيا سيف؟ خدام. وين تخدم؟ موظف. اي وين بالضبط؟ موظف. اي فين برشا موظف في اللوناس. سافا الخدمه ماشيه؟ ماشيه. شنو معناها تعب فيها؟ تعب. تعب برشا ولا؟ تعب برشا ستريس تعرف. ستاندرديست. شو معناتها ستاندرديست؟ وكيفاه بربي كيفاه ستاندرديست في اللوناس؟ عليك على الهاتف. على الهاتف. لا سمعنا على فما حاجه اخرى عاديناها. قربت قربت يا سيدي. فما حاجه اخرى عديناها اللي هي انا حبيت نقص. قلت ضميري شنو هي بدا بدا وباش نقول له قلت نقص عليه في الاخر والله عديتها وسامحوني المستمعين. شنو هي هي في اللوناس؟ في اللوناس. في اللوناس سيف على غالب. انا الاولى والله ما فقت بها. انا فقت بها والله. اما على غالب راه وصلت راك ما قداش مازالوا قداش قعدوا يسرى مش برش 25 سكوند. اقل قديمه زي الاقل من 25 24 الرشات عاود تطلبنا. عاود تطلب. عاود تطلبنا وان شاء الله عايشك يا سيف. بالحق نطلب وان شاء الله نتحسن مره اخرى يا رب ان شاء الله. ان شاء الله يعيشك. تحيه ليك سيف وتحيه المستمعين اللي فيك. يعيشك ربي معك سيف. ان شاء الله يخلص الكريدي. ما تحبش تعرف ربي منين يبعث الرزق. قرب ولا قرب ان شاء الله. مش من عنا احنا ان شاء الله من عن جيت نسال نلقاها كلها بالليل. ليه وصعبت الاسئله شنو امين شنو عمل بالضبط وستاندرديست شنو عمل بالضبط امين مش نعملك في الدوين ولا حاجه ما الحقيقه معني هناك الدعاجه. لا هو في لا فيك الحروف الجر عرفت فالنجم كان نجم يقولوا حتى باش يقولوا نهز على التليفون برا سي لو جو راهو هذيك هو هذيك هي اللعبه لعبه راهي في لا ومش الناس ما تغشش علينا خاطر فما ناس نبداو اللي كاسحين شوي فما عباد راه فما حالات اجتماعيه بالحق راهو مش معناه نخليهم يربحوا لا. اما راهو ساعات كي تعدي دو سكوند ما يتكلمش وتعديها له مش مشكل حتى انتم نصوركم اللي تسمعوا فينا زاده ماذا بكم راهو يربح هو. اما فما ناس بالحق يزمك ساعات فما عبد يتحداك يقول لك انا ديما نسمع اي ديما تسمع يربح احنا نحاولوا نعرف فما وصلت ناس تلعب راهي وحدها تترين قبل امان عائلتي في الدار يلعبوا وحدهم معناتها في الزرقاء فرقه ما عندهمش الحق يشاركوا دونك هكا في الدار يقصوا الوقت بالزرقاء فرقه. دونك على غالبا قد وصلوا مليار برضه 900 ديما يخص 900 دينار لا على عائلتي فما مليار و200 دونك دونك غدوه 900 دينار كاش في الكنيوت على نفس النمره 72 328 500 سينو البيست واي تربحكم في كارت اللي هي لا بروميير كارت دو ريدكسيون ملتي مارك في تونس. نيفش نعاود نفسر لكم كارت هذه شنو تعمل تو شويه اخر كي ناخذ التليفون نعاود نفسر لكم. انتوكا عندكم تخفيضات مهمه في برشا بلايص كي تربحوا الكارت جولد هذايا وطلعوا بيان سور البلايص اللي نحكيو عليها اليوم في ميديوغرافي 72 328 500 توت سويت الموسيقى وراجعين خليكم غشي معنا ترانكيلا حتى